تنضم إلينا من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد. رشا مرحبا بك معنا. إذن هذه الاجتماعات لبحث قضايا خلافية، ما المتوقع منها وما القضايا اللي لا تزال عالقة حتى الآن ضمن القضايا الأربع أو العناوين العارضة المعروفة؟ نعم إيمان، متوقع خروج مخرجات أو توصيات من قبل الآلية الثلاثية من طرف، وهي الراعية لهذا الاتفاق الإطاري، وهناك أيضا توقعات بخروج تصريحات من قبل الناطق الرسمي باسم العملية السياسية لهذه المرحلة النهائية لها. هذه المخرجات من الطرفين، وغالبا سيكون هناك توافق كبير بين الأطراف التي ستناقش هذه الأربع قضايا وهي الأهم. ولكن هذه القضايا إيمان بالخطوط العريضة هناك كثير من النقاط الملحقة والتابعة لها، فقضية الشرق أزمة في السودان لم تراوح مكانها، حتى أن هذه الأطراف لم حتى تشارك في كثير من الأحداث السياسية التي كانت في الفترة الماضية. كان شرق السودان في قضية أو خلافات داخلية حتى مع حكومة الوسط هنا في الخرطوم. هناك أيضا قضية إصلاح الأمن والجيش، وهي قضية مهمة جدا من القضايا التي كان التناول لها الفترة الماضية بشيء كبير، ولكن رئيس مجلس السيادة ونائبه أوضح بأن هناك عمليات إصلاح كبيرة ستتم حتى آخر تصريحات له. هناك أيضا قضية اتفاق جوبا وتنفيذ البنود وأيضا التعديل فيها والعدالة والعدالة الانتقالية، كلها قضايا مهمة تحمل في داخلها الكثير من العناوين الجانبية. ستكون هناك ورش لكل قضية من هذه القضايا، ومن ثم ستكون هناك مخرجات كما كانت في ورشة تفكيك تمكين نظام 30 من يونيو. سيتم تجميع كل هذه التوصيات، وستكون هي كل البنود في الاتفاق النهائي الذي سيكون في الأسابيع المقبلة حسب تصريحات فولكر بيرتس الراعي لهذه الاتفاقية، طبعا بمعية الآلية الثلاثية وأيضا اللجنة الرباعية والترويكا وغيرهم من الأطراف الدولية التي تدعم هذا الاتفاق الذي يجمع بين المدنيين وأيضا العسكريين. هناك أيضا تفاؤل كبير بهذه الخطوة بالرغم من بطء الخطوات، ولكنها كما أوضح فولكر تسير في الاتجاه الصحيح. رشا رشيد مراسلتنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.